بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. إن من لحظات العمر ما يستحق التسجيل ويستوجب التبجيل، وإذا كان للمرء حق الشعور بالسعادة والارتياح فإن ذلك يكون عندما يرى حصيلة مسائه قد ازدهرت وثمار جهوده قد أينعت. وهذه أيها الأخوة لحظة سعيدة لنا جميعا، وبداية مشرقة مضيئة نعتز بها ونسجلها على أمواج تلفزيون عمان الملون الذي نفتتحه اليوم في مدينة الإعلام. بسم الله وحسن توفيقه. لقد أدركنا منذ بداية عهدنا أهمية الإعلام في حياة الشعوب وما يؤديه في الحياة من خدمات للناس، فكان أن بدأنا بالإذاعة العمانية عام 1970 لأول مرة في تاريخ عمان، وشغلنا فراغا كان شعبنا بحاجة إلى ملئه. ثم أتبعنا ذلك بإصدار الصحف العمانية كذلك لأول مرة في تاريخ عمان، وباستمرار كنا نواصل تحسين إعلامنا وتوسيعه مع تطورنا، وانطلاقا من مفهوم لغة العصر ومتطلبات الزمان المتجدد، حرصا منا على أن نعيد لبلادنا دورها الحضاري ومكانتها المجيدة بين أشقائها بل بين دول العالم. ولقد كان الله تعالى يمدنا بعونه وتوفيقه، واستطعنا بذلك أن نحقق في زمن قصير ما لم نكن قادرين على تحقيقه لولا ذلك العون الإلهي والتوفيق، فالحمد لله الموفق والمعين. أيها المواطنون، اليوم نفتتح مدينة الإعلام ومنها يأتيكم صوت إذاعة عمان الموسعة، وتلتقطون تلفزيون عمان الملون. وكذلك فإن في مدينة الإعلام يقوم المتحف العماني الذي سوف يضم آثار حضاراتنا وتراث أمتنا، ونستمع ونحن نشاهد تلك الآثار إلى أصوات أجدادنا آتية من أغوار الماضي تقول لنا: هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. وهناك أيضا في مدينة الإعلام مباني الوزارة بمختلف فروعها وإداراتها، ومكاتب الموظفين وسكناهم، وشتى المرافق الحيوية اللازمة لمدينة الإعلام. أيها الأخوة، عيدنا الوطني الرابع الذي يحل غدا ونحتفل به جميعا قد ظفر بمدينة الإعلام هدية نقدمها لشعبنا الكريم بهذه المناسبة السعيدة. لكن هذا اليوم 17 من نوفمبر سيظل تاريخا للافتتاح الرسمي لهذه المدينة، وبهذا يمكن نقل احتفالات العيد على شاشاتكم الملونة. وفي هذه المرحلة ونظرا
لمال التلفزيون الملون من صعوبات هندسية، فالبث سيكون مقصورا على منطقة العاصمة. وفي خطتنا المقبلة توسيع مدى الالتقاط تدريجيا حتى يغطي جميع أنحاء عمان إن شاء الله. إن طموحنا في النهوض ببلادنا لا يقف عند حد، ونؤكد أن عزم هذا الشعب نحو الحياة الأفضل ينبع من صميم هذا البلد وتعاونه قيادة وشعبا في المسيرة الضافرة إلى الأمام، مسيرة الخير والنماء. أتمنى لكم أياما سعيدة، والله يوفقنا جميعا لما فيه الخير، والسلام عليكم.